أنا بعرض عليك convertible bond ب10.5% سنوياً حق مدة سنتين. في نهاية السنتين أنا بيكون عندي خيارين. خيار إن أنت تدفع لي البرنسبل مالي 250,000 وأطلع. أوكي. خيار الثاني إن أتم 5% من الشركة on today's valuation. You can come back after the show if you wanna ask. Debtless startups شوي موضوع حساس. طبعاً هو المستندات اللي قابلة للتحويل يعتبر قرض، فالقرض دائماً يكون الريسك ماله أعلى. وإحنا كشركة ناشئة كشركة تقنية نبحث على استثمار اللي من خلال المستثمر يكون كشريك ليونيفال، مو بس إنه يعطينا فلوس. في النهاية ما توصلنا إلى اتفاق، فإحنا من قبل برنامج بيبان جمعنا استثمارات. في البداية أول استثمار كان تفكيرنا بس على كم بنحصل، وكانت فكرة غلط. يعني استوعبنا أن شخصية المستثمر والأشياء اللي بيقدمها خارج النطاق المادي أهم بواجد من بس كم بنحصل. لا تفكر في المستثمر بس من ناحية مادية. قوة المستثمر مو بس من الفلوس، قوة المستثمر في النتورك، في الأبواب اللي ممكن يفتحها، قوة المستثمر حتى خارج نطاق البحرين. فإذا كانت هاي أول مرة أنت تجمع استثمار، ممكن أفضل شيء تسويه أنك بس تسأل أحد مر في نفس التجربة. كل ما سألت أكثر، كل ما تعلمت أكثر من الناس اللي خاضوا هالتجربة.